قال لك البطولات، ودي يعني احنا حتى واحنا بنتكلم على منافس محترم بنتكلم برأي الناس المختصة وبصورة مش برأينا، لكن الحقيقة يطلع حد في قناة الزمالك او من نجوم نادي الزمالك كابتن ايمن عبد العزيز برضو في استمرار الكلام عن الاهلي، يعني هو من حقه يقول على الزمالك ويتغنى بكل اللي هو عايزه، وذلك لعيبة كل الأندية لازم تعمل ده مع أنديتها، ليها أنها تسعد وتفخر وتحتفل وتقول على فرقها كل اللي هي عايزة تقوله. بس ليه الكلام عن الأهلي؟ ليه الكلام عن الأهلي ونعت بطولاته بأنها بالحرام؟ كابتن أيمن عبد العزيز في أون تايم سبورت حدد نسبة الحرام في بطولات الأهلي كام؟ نشوف. بتقر وتعترف انك غلطت لما قلت ان الاهلي بيكسب بطولاته بالحكام وبعقود الرعايه، وانت كنت بتقول كده بس عشان تكسب رضا الاداره؟ لا خالص، بس يمكن انا بس افرطت زياده شويه في النسبه، لكن لا ما غلطتش في حاجه. انت قلت النسبه كام؟ انا قلت تقريبا حوالي 70 اعتقد. 70%؟ اعتقد قلت كده، لكن انا عند رايي، انا ما برجعش في كلامي خالص. فين؟ ممكن تديني ادله؟ لانه ده مهم جدا. كل العوامل اللي كانت ليها سيطرة في الدولة، أو كل الحاجات التمويلية أو الفلوس كلها كانت بتصب في مصلحة النادي الأهلي أو في النادي الأهلي. في فترة من فترات أنا حضرتها، مثلا في معسكر 2008 مع نادي الزمالك، لحد ما رحنا المعسكر بتاع الفرقة وأنت ما عندكش أي فلوس وما عندكش فلوس تجيب صفقات. في الناحية التانية كان الأهلي بتروح له الرعاية قبل المعسكر بشهر عشان يقدر يظبط أموره، يظبط معسكراته، يظبط رسمه. إحنا الفلوس كانت بتيجي نادي الزمالك بعد ما الويندوز يتقفل. طيب أقول لك سر، أنا كنت أول مرة أنت تعرف نائب مدير إدارة التسويق الرياضي في الأهرام. سنة كام؟ في وقت الرعايات. أوكي. وكان رئيس الوكالة كابتن حسن حمدي، وكان مدير إدارة التسويق كان الكابتن محمود الخطيب. لما كان الكابتن حسن حمدي بيعمل معانا اجتماع، فأول ما كنا نقول يا أهلي تلاقوا خناقة على الناس اللي تاخد إعلانات، نقول يا زمالك، وده كان بيسبب لنا دهشة شديدة جدا. فكنا بنقدر نجيب أرقام، فالكابتن حسن يقول إكس، أنا رافض الرقم ده، اضربه في 10 للزمالك. كابتن الخطيب نفسه يجيب رقم تاني، كابتن حسن يقول انا رافض الرقم ده. كنا بنتعب جدا جدا جدا، وكان اهم سبب اللي حضرتك بتقوله ده عدم الاستقرار اللي بيسبب عدم تحقيق بطولات. على فكره لو انا يعني عايز اعرب عن تحيز للزمالك زي ما بيحصل كده، كل النجوم اللي بيطلعوا يقول لك والاهرام ومش لاقيين فلوس، مفيش نادي كبير يقول الكلام ده. انتوا بتسيئوا لناديكوا دون ان تشعروا، انتوا بتسووه باي انديه لا تملك موارد. ده الزمالك اللي زي ما بيقول الكابتن شوبير كده، لما تكون انت بتطرح اسم الزمالك في السوق، السوق اللي بيحدد القيمه وهو اللي بيحصل يديك الفلوس، لا الاهرام. والاهرام لو جالوا اعلانات للزمالك هقول له مش عايزها. مين ده؟ ده كان ده مرسي عطا الله اللي كان رئيس نادي الزمالك، رئيس مجلس الاداره. يعني كان من المؤكد اللي بيوصي حسن حمدي على الزمالك ويهم، هو رئيس نادي الزمالك وعارف انه هيروح وعارف المشكله يا حسن كذا. والراجل وحسن حمدي وهو رئيس لجنه الكوره في الاتحاد هو اللي كان بيقول احنا والزمالك ناخد زي بعض. طيب الله يمسيه بالخير ويكتر خيره اللي قال لنا التسويق المنفرد، متشكرين له الاستاذ مرتضى منصور. صحيح. اللي خلانا نعرف يعني ايه قيم تسويقيه كل واحد لوحده. السوق عبر عن نفسه. واحنا فيها يا جماعه، احنا فيها. انتوا ليه بتشتكوا دلوقتي؟ الاهرام موجوده. بس الغريب كمان انه نفس اللاعب ايمن عبد العزيز اللي كان شايف بطولات الاهلي مع كابتن شوبير 70% حرام، ما فاتش كام يوم ونزل النسبه شويه في قناه الزمالك. عشان جمهور النادي الاهلي من وجهه نظري يقول لك انت هتقارن ما بين فريق عمل 41 دوري وفريق عنده 12 دوري؟ ما بقول لك كده. طب عادي، ما في الاخر انت ال 41 دوري دول بيتاخدوا ازاي؟ يعني ايه بيتاخدوا ازاي؟ يعني عندك مساعدات كتيره جدا بتحصل يعني. مساعدات؟ اه طبعا. طب
يعني انت بتقول ان النادي الاهلي ال 41 دوري اللي خدهم نتيجه لمساعدات كلهم طبعا. لا مش كلهم، لا مش كلهم، يعني كم في المية مثلا من بطولات الاهلي المحليه خدها بمساعدات زي ما انت بتقول؟ 30 او 40% مثلا. 30 او 40% من تاريخ النادي الاهلي المحلي؟ ضحكني يا عم، ضحكني مش كلام جد والله كلام. طب انت بتتكلم على تمانينات، طب انت شفت السبعينات، شفت الستينيات، شفت الخمسينيات؟ لا ما لحقتنيش يعني، ما لحقتنيش. ولا انت بتسمع من الكباتن اللي قبل؟ لا بسمع طبعا. هو الكابتن ايمن رجع لنفسه او حد من اصحابه قال له واسع شويه كابتن ايمن، 70% من البطولات دي يعني فلمها شويه، فراح ايه ضربها في دماغه كده قال لك 30 40% ال 41 بطوله، هم 42 يا كابتن ايمن على فكره. فقال لك 30 انا 40% يعني هو عايز يوسطنها ان لا الزمالك كان ممكن يسبق. يا كابتن ايمن احنا فيها، يا كابتن ايمن دي قيم تسويقيه، واذا كانت الفلوس هي كل حاجه ما احنا مجربين اهو، في نادي اغنى من الاهلي والزمالك ها بكتير، لكن ما زال الاهلي والزمالك بالعراقه والتاريخ والخبرات والناس اللي موجوده والراي العام والجماهير موجود، ما تهزوش الاثنين ازاء بيراميد الذي يمتلك كثير حتى الان يعني. طيب من الموارد الضخمه التي لا يرقى اليها الناديين، فالمساله يا جماعه انكم عايزين تحطوها في فلوس حطوها في فلوس، بس ايه ما تقولش الظلم الظلم الظلم، لان الزمالك والا طب مين النادي اللي بعديك؟ طب ما يقارن نفسه يقول لك هل الزمالك اغنى ولا الاسماعيلي؟ الزمالك. طب اشمعنى الاسماعيلي ما بيظلمش في مواجهه الزمالك من ناحيه الماليه؟ اشمعنى؟ ما هو نادي شعبي برضه، او الاتحاد، او الاتحاد شعبية بقى، ما ده العاصمة الثانية بالظبط، واخد بالك؟ هنقول الإسماعيلي في 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 مدينة صغيرة أصغر شوية من الإسكندرية، لكن صاحب سيد البلد، بس الإسماعيلي بيعوضها إنه له رواد خارج حدوده، والاتحاد كده، الاتحاد حتى لما تروح دلوقتي معروف في الوطن العربي من خلال المشاركات العربية. طيب ما الاتحاد يقول لك أنا اتظلمت. لو المسألة مسألة كل الناس تاخد زي بعضها، هتلاقي برضو ناس تاخد الفلوس تتصرف بيها بطريقه، وناس تتصرف بيها بطريقه، وناس تتصرف بيها بطريقه، وده سوق.